بسم الله الرحمن الرحيم. انا بتشرف ان انا اكون موجود النهارده معاكم. في الحقيقه احنا يعني بندعم وندعم الموضوع مهم جدا دلوقتي هو لا للتعصب. لا للتعصب احنا وزاره الشباب والرياضه مع المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام مع كل مؤسسات المجتمع في الحقيقه جه الوقت ان احنا ننظر لهذه الظاهره على كونها حاله حقيقيه. جاء الوقت ان احنا نستمر في متابعتها. يمكن القيادة السياسية دايما يعني بتدعم الشباب المصري وبتدعم التكنولوجيا الحديثة، ده شفناه في World Youth Forum، المنتديات الشباب العالم ومؤتمرات الشباب، كل الخبراء في المنصات الإلكترونية وفي التكنولوجيا والسوشيال ميديا اتكلم كتير عن تأثير المجتمع للسوشيال ميديا ومتابعته. ويمكن في فخامة الرئيس قريب في احد الافتتاحات قال الشباب المصري احنا شايفين دوركم على منصات التواصل الاجتماعي وتصدوا معنا، تصدوا معنا للشائعات، تصدوا معنا للتحديات، تصدوا معنا لكل ظاهره قد تكون يعني مش ايجابيه للمجتمع المصري. الرياضه المصريه كره القدم بين قوسين يعني بتاخد المحبه وبتاخد التشجيع وبتاخد استثمار الوقت فراغ كل واحد ان هو يتفرج على ماتش وحابب يتفرج على ماتش، لكن المنظومه راحت لحتت ابعد. التعصب زاد، ان بقى فيه خروج عن الروح او الشكل الرياضي. من هنا يمكن استثمرنا المباراه القادمه لاول مره يكون في مباراه نهائي افريقيا مصري مصري، الزمالك والاهلي، الاهلي والزمالك. ومعانا المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام استاذ كرم، في الحقيقه ده انا كل يعني ايضا الدعم والمشاركه ان احنا مع الاعلام نسير في منظومه احنا وزاره الشباب والرياضه نحطها لمده سنه باستمرار. صح، بنستثمر المباراه القادمه، احنا نقول للجماهير انتمي وحب وشجع فريقك وكمان افرح بفريقك لما يفوز، لكن دون يعني الضغط على الاخر. ولما تفرح انت افرح، لان في الاخر المنظومه هي مصر اللي في الاول، احنا برضو في مصر موجوده وفي منتخبات موجوده وفي ناس وشباب هيتاثر بيك. لكل النجوم الكوره واللي بيتكلم، انت عندك مريدينك ومحبينك، فبالتالي لازم تكون مؤازرنا في ان تقول للناس يعني ما نتعصبش، لكن حبني وحب فريقي وكل حاجه. كمان المنصات الاعلاميه والتوك شو متشكرين جدا على وجودكم وان كنتوا بتتكلموا على التعصب. كمان الصحافة المكتوبة والمؤسسات الصحفية الكبيرة جدا برضو في مؤازرة للحالة والحراك. المواقع الإلكترونية اللي احنا يعني بنتواصل معها كمان احنا بنشكركم جدا. يمكن الظاهرة قد يكون فيها كمان بعض القرارات يكون فيها ضغط على الوزارة والوزير في بعض القرارات، احنا بنستحمل هذا الضغط في سبيل الوطن، لكن التوعية لوحدها مش كفاية، والتوعية لوقت محدد برضو مش كفاية. عشان كده احنا بنعمل حملة كبيرة جدا للتوعية، بنبدأ بالزيارات وبنبدأ الحديث الإعلامي، لأن الإعلام هو شريك النجاح للأسماعيل. التوعية حطينا كل برامجنا لمدة سنة، التعليمية والتدريبية، الشبابية والطلائع النشأ، حطينا برامج التعصب والدراسة الاجتماعية والدراسة النفسية والدراسة التكنولوجية لأسباب الظاهرة وكيفية العلاج ليها، وتدريب مدربين يلفوا الجمهورية كلها علشان نبني هذا الموضوع بشكل ليه أسس وتوعية مبنية على علم. برامجنا اللي بننتجها يكون الإعلام يعني حطتها في الأولوية، حتى لو هي قد لا تجتذب المال، حتى لا يعني غير مبدئة اقتصاديا، لكن احنا هنا بنقول جزء من الكوربريت سوشيال ريسبونسبيلتي للمؤسسات، المشاركه المجتمعيه، نتشارك معانا في هذا العمل، شارك معانا انك انت يعني ننشر عشان التوعيه يعني. الجانب الثالث اللي هو استخدام كل الاليات والنظم القانونيه، سواء المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام الياته اللي فيها يعني قوانين ولوائح، يعني ازاي يكون في جزء انضباطي تطبق قانون الرياضة أو قانون المصري إزاي، الأثوريتي اللي مرتبطة بالوزارة والوزير إزاي، دي كلها يعني يمكن المعالم، أو لو أنا بكلم initiatives في خطة استراتيجية فدي المحاور اللي هيطلع منها مبادرات، والمبادرات هيكون فيها خطة تنفيذية واللي فيها KPIs إحنا نقدر نعملها.
بطوله الامم الافريقيه عملت لنا حاجه انا بسميها ليجاسي مانجمنت، اداره ارث، طورت اعمالنا. عشان كده استضافت افضل لاعب في افريقيا في الغردقه، الليجندز على مستوى العالم اللي جم لعبوا مباراه في الهرم، ده كانت حاجه كبيره جدا، اللي هي الفعاليات المصاحبه اللي موجوده. احنا المبادره هي مبادره هتروح للفعاليات اللي موجوده المصاحبه، فاحنا اللي رايحين للفعاليات المصاحبه، لكن احنا ممتدين، فكل مباراه كبيره منتخب او حاجه هنستثمر الحاله الاعلاميه ونبدا نكثف فيها العمل بشكل اخر. طب وارد في المستقبل ان احنا نعمل للمبادره بقى حدث، وارد في المستقبل ان احنا نعمل مباراه، نعمل يعني وارد جدا في الجول وفودافون يجوا يقولوا لنا احنا معاكم هنعمل حاجه مشاركه مجتمعيه، واحنا بنبتكر عليكم وبنبتكر المشروع ده هنعمل كذا، هقول لك انا رافع ايديا وتعالى نشوف مع مين الطرف ثيرد بارتي اللي معانا نبدا نعمل هذا الموضوع. طب الفكره ميتشوال، ممكن احنا نجي لكم ونقول احنا عايزين نعمل حدث، احنا هو بس عايزينكم معانا تكونوا يعني شريك وليس راعي، شريك فيه، احنا نعمل ده. وارد جدا ان احنا يعني نمشي الفتره اللاحقه، ودي احنا ممتدين لبعد المباراه، الفتره اللاحقه ان احنا نروح للمؤسسات والانديه وناخد فيها المنصات اللي احنا قعدنا معاها، واستاذ كرم معايا ومش متاخر، والنجوم اللي موجودين، ونروح للمؤسسات ونعمل ندوه ونعمل دورات لكل العاملين في الاريا دي، ونقول لهم الظاهره دي ايه وهتاثر ايه، ونجيب خبراء الاستراتيجيات والامن القومي معانا يتكلموا على التاثير ده المجتمع ايه، لان تاثيرها مش مجرد كوره، تأثيرها مجتمعي وجماهيري وسوشيال وحاجات كتيرة جدا. النقطة دي هتتحط في البلان اوف اكشن لينا ان شاء الله.